عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مع سبورة بوانيت. نرجوكم في فيديو جديد، دائما في نظام القيس ومواصلة في سلسلة التحويلات مع وحدات قيس الأطوال والمسافات، المتر وأجزائه ومضاعفاته. تعاملنا في فيديوهات سابقة مع الأعداد الصحيحة الطبيعية. اليوم أحبتي سنهتم بنوع جديد من الأعداد، وهي الأعداد العشرية التي تحمل وحدات. إذن سنتعلم كيف نتعامل معها دائما في وكيف نكتبها في جدول التحويلات، وكيف نحول الأعداد العشرية ببساطة شديدة. حسنا، لدينا هنا هذه القيمة أو مجموعة من القيم كأمثلة لي نجربها مع بعض في جدول التحويلات. مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر، إنها الوحدة الأساسية، ثم إلى المضاعفات، الديكامتر، الهكتومتر، الكيلومتر، ودائما الخانتان الفارغتان مصاحبتان لك. إن لم تحتاجهما في عملك فلا بأس، فلن يضرك شيئا، ولكن إذا لم ترسمهما واحتجت لهما سيكون هناك مشكلة أو مضيعة للوقت أكثر من مشكلة. حسنا، لدينا هنا هذه القيمة، لدينا 9720 سنتيمترا، طلب منك أن تحولها إلى المتر. حسنا، لا بأس. عليك أولا عزيزي أن تكتب هذا العدد في الجدول ببساطة شديدة. كيف نكتبها؟ نبحث عن الآحاد ثم نكتبه في الوحدة المصاحبة ثم نكمل الباقي. هنا 0 2 7 9، إذن 9720 ماذا؟ سنتيمترا. قلت دائما انظروا إلى الوحدة التي يوجد بها أحد والعدد. قال لك حولها إلى المتر. كنا سابقا نحول في هذا الاتجاه، اليوم سنحول في هذا الاتجاه. ولذلك أحبتي، إذا كتبتم العدد في الجدول وطلب منكم أن تبحثوا عن وحدة من هذا الاتجاه، إذن فاعلموا أنكم ستستعملون الأعداد العشرية. أما إذا كنتم ستحولون إلى هذا الاتجاه فستستعملون، ستضيفون أصفارا يعني فقط. حسنا، هنا قال حولها لي بالمتر. أين هو المتر؟ إنه في هذه الوحدة. سآتي إلى الخط الفاصل بين الديسيمتر والمتر ثم أضع فاصلة ليصبح العدد 97.20 ببساطة. 97.20 مترا، يعني أن هذا العدد يوجد به 97 مترا ويتبقى 20 ديسيمتر. هل هذا واضح؟ أو 2 ديسيمتر، 20 سنتيمترا. حسنا، إلى المثال الموالي ببساطة شديدة. أرأيتم؟ لقد حولنا إلى عدد عشري، النتيجة أصبحت عددا عشريا، كانت عددا صحيحا أصبحت عددا عشريا، لا بأس. الآن لدينا هذا العدد 53467 ماذا؟ ديسيمتر. حسنا، عليكم أول خطوة أن تكتبوا هذا العدد في الجدول ببساطة. 7 في الديسيمتر ثم أكملوا البقية. 7 6 4 3، سأكمل هكذا، 5. إذن 53467 ماذا؟ ديسيمتر. كتابتنا صحيحة. قال حولها لي إلى الهكتومتر ثم حولها إلى الديكامتر ثم حولها إلى الكيلومتر. عدنا مرة أخرى إلى تلك العبارة التي تحمل أكثر من يساوي واحدة. إذن علي أن أحول هذه العبارة في أول مرة إلى هذه، ثم أعيد كتابتها مرة أخرى، ثم أحولها إلى هذه، ثم أحولها إلى هذه. هل فهمتم؟ حسنا، طالب منا أن نحولها إلى الهكتومتر. أين الهكتومتر؟ إنه في هذا الاتجاه. نأتي إلى الحد الفاصلي بين الوحدة المجاورة ثم أضع فاصل. كم يكون العدد؟ أصبح العدد 53467. سنكتبه 53.4
467. لا تنسوا الفاصلة، هي مهمة. حسنا، قال حولوها إلى الديكامتر، لا بأس. سأكتفي بكتابتها مرة واحدة، ولكن سأستعمل كل مرة لكل تحويل فاصلة بنون آخر. هو قال حولها إلى الديكامتر، لا بأس، إنه هنا الديكامتر. الديكامتر لديه حدين، سنستعمل الحد الذي يفصل بينه وبين الوحدة السابقة وليس الموالية. سنستعمل دائما هذا الحد من هذه الجهة. إذن سأضع فاصلة هنا وأقرأ العدد 534.67. 534.67. حسنا، إلى الوحدة الموالية سنحوله أيضا، ولكن باستعمال فلنقول لونا آخر. أو إذا لم تفهموا هذه الطريقة، هذه مختصرة، طريقة مختصرة، اكتبوا العدد، أعيدوا كتابته كل مرة ثم حولوا إلى الوحدة المطلوبة، أعيدوا كتابته مرة أخرى ثم كذا. أما نحن سنكتبه مرة واحدة ونستعمل لكل فاصلة لون. طلب مني أن أحوله إلى الكيلومتر. أين هو الكيلومتر؟ إنه في هذه الجهة. إذن كم يصبح العدد؟ نستعمل دائما الجزء من هذه الجهة، 5,367. 5,367 ببساطة شديدة. أرأيتم، تحصلنا على أعداد عشرية في النتائج. إلى هذا المثال، 96,320 سنتيمترا. سنحولها إلى الديكامتر ثم إلى الديسيمتر. حسنا، لا بأس. كيف نكتبها؟ أولا علينا أن نكتبها في هذا الجدول بالطريقة الصحيحة، يعني أول خطوة لأي تحويل أو أي كتابة هو كتابتها في الجدول بالطريقة الصحيحة. قلنا الصفر يكون في السنتيمتر. سنكتب 0 2 3 6 9. 96,320. 96,320 ماذا؟ سنتيمترا. حسنا، طلب منك أن تحولها إلى الديكامتر. أين الديكامتر؟ إنه في هذا الاتجاه. سنضع فاصلة هنا. كم يصبح العدد؟ 96,320. 96,320 عفوا. قال حولها إلى الديسيمتر. سنحولها إلى الديسيمتر. أين هو الديسيمتر؟ إنه هنا. سنستعمل لونا آخر. أين؟ سأستعمل الأزرق. هنا الديسيمتر، سأستعمل فاصلة هنا. كم يصبح العدد؟ 9,632.0. وقلنا الصفر الذي يلي الفاصلة غير مهم، يعني سنحذف هذا الصفر لأنه غير مهم. أما إذا كان 1, 2, 3, 4 إلى غير ذلك، لن تحذفه، فقط الصفر يحذف، ليست مهمة. يصبح العدد لي 9,632. هنا ماذا قلت؟ حقا نسيت العدد. 9,632. 9,632.0، ولكن هذا حذفناه، يصبح عددا صحيحا طبيعيا. مرة أخرى، إلى المثال الموالي. كل الأمثلة بنفس الطريقة. 452 ديكامترا. حسنا، سنكتبه أولا. 2 في الديكامتر، أين الديكامتر؟ إنه هنا. ثم أكمل بقية العدد، 5 هنا، ثم 4. 5 4. 452 ماذا؟ ديكامترا. قال حولها إلى الكيلومتر ثم الهكتومتر ثم المتر، لا بأس بهذا. الكيلومتر أين هو؟ إنه هنا. يصبح العدد 4,52. 4,52. ثم قال حولها إلى الهكتومتر، أين هو الهكتومتر؟ إنه الموالي تماما أو السابق. يصبح العدد 45.2. 45.2. يتراجع الفاصل درجة. ثم قال حولها إلى المتر. أين المتر؟ إنه من هذه الجهة وخانته فارغة. يصبح العدد أحبتي 4,520. هنا تعمدت أن أضيف المتر حتى أقول أنه في نفس العبارة. يمكن أن تبحثوا عنها بالأعداد العشرية أو أعداد صحيحة. رأيتم المتر لم نستعمل فيه فاصلا،
إذن العدد أصبح 4520 مترا. أين المتر؟ 4520. ببساطة شديدة إلى الموالي. علينا أن نسطر أولا، قليل من النظام لن يضرنا. 405 متر. سنكتب الخمسة في المتر ثم نمر. أين المتر؟ إنه هنا، 405. قال حولها لي إلى الهكتومتر ثم الديكامتر ثم السنتيمتر. حسنا، أين الهكتومتر؟ إنه بهذه الجهة، 4.05. 4.05. ثم قال حولها إلى الديكامتر. لا بأس، أين الديكامتر؟ إنه هنا، سنضع فاصلة هنا، يصبح العدد 40.5. 40.5. ثم طلب منك أن تحولها إلى السنتيمتر. حسنا، لا بأس، أين السنتيمتر؟ إنه في هذه الجهة. نقف هنا، إذن 0.0، يصبح العدد 40500. 40500. أرأيتم؟ تعمدت أيضا إضافة هذا لأبين لكم أن في نفس العبارة يمكن أن تحولها إلى أعداد عشرية أو أعداد صحيحة. المثال الموالي أحبتي قبل الأخير، لدينا 32 مترا. الاثنان ستكون في المتر ثم نكمل. أين المتر؟ إنه هنا، 32. طلب منك أن تحولها إلى الديكامتر ثم الديسيمتر ثم السنتيمتر. حسنا، كم يساوي من ديكامتر هنا؟ ها هو الديكامتر وها هو الحد الفاصل بين المتر والديكامتر، يصبح العدد 3.2. سنكتب 3.2. حسنا، طلب منك أن تحول نفس القيمة إلى الديسيمتر. أين هو الديسيمتر؟ إنه من هذه الجهة، يعني لا فاصلة، سنضيف صفرا، يصبح العدد 320. 320 ديسيمتر. ثم طلب منك أن تحولها إلى السنتيمتر. لا بأس، أين هو السنتيمتر؟ إنه من هذه الجهة وفيه خانة أخرى فارغة، يصبح العدد 3200 سنتيمتر. 3200 سنتيمتر. المثال الأخير أحبتي، أخيرا وصلنا إلى الأخير. كم هائل من المعلومات أحبتي. كما قلت سابقا، إذا لم تفهموا شيئا أوقفوا الفيديو، أعيدوه مرة، اثنان، ثلاثة، ولو عشرة، حتى تتبينوه جيدا وتتدربوا عليه، ثم انطلقوا إلى البقية. لدينا هنا 97 ديكامترا. سنكتب 7 في الديكامتر ثم نكتب البقية. أين الديكامتر؟ إنه هنا، 7 ثم 9. قال حولها إلى الكيلومتر. أين هو الكيلومتر؟ إنه هنا. أين الديكامتر؟ الكيلومتر هنا فارغ. ماذا سنفعل؟ سنكتب صفرا ثم نضع الفاصلة. الفاصلة دائما تكون في الوحدة دون شيء. ضع الفاصلة ثم إذا كانت خانة فارغة ضع صفرا، يصبح العدد 0.97. هذا بالكيلومتر، 0.97. أما إذا حولناه بالهكتومتر، هو بالديكامتر، نعم، إنه الهكتومتر هنا، يعني تصبح 9.7. 9.7 هكتومتر. أما إذا طلب منك أن تحولها إلى الديسيمتر عزيزي التلميذ، أين هو الديسيمتر؟ متر ديسيمتر. أنا أقف هنا في الديسيمتر، كم خانة فارغة؟ خانتين، يصبح العدد 9700. لا فاصلة في هذا العدد، 9700. وهكذا أحبتي تبين التحويل إلى الأعداد العشرية أو إلى الأعداد الصحيحة الطبيعية. وأحبتي تعمدت في نفس العبارة أن أستعمل الاثنتين أو الاثنين، أعداد عشرية وأعداد صحيحة، حتى أبين لكم أن لا مشكلة في تعاملنا مع أي نوع من الأعداد في نظام القيس. إلى هنا أحبتي نأتي إلى أو انتظروا لحظة، لدي تمرين صغير أريد أن أنجزه معكم قبل المغادرة. هذا هو التمرين أحبتي، فلتذهب هذه الورقة بعيدا. هذا هو تمريننا، لدينا بعض القيم لنحولها مع بعض حتى نتدرب أكثر على التحويل إلى الوحدات، إلى الأعداد العشرية والأعداد الصحيحة الطبيعية. حسنا، لدينا هنا
قبل كل شيء. في السابق أو في الجزء الأول من هذا الفيديو كنا نكتب أصلاً، يعني نكتب العدد أو نبدأ تحويلنا بعدد صحيح طبيعي. الآن عزيزي إذا أعطاك عددا عشريا وقال لك حوله، كيف سنكتبه؟ أوه لا بأس، طريقة سهلة، هي طريقة وحيدة نتبينها مع بعض. تعلمون أعزائي أن الأعداد العشرية تتكون من جزئين، هذا بعد الفاصل وجزء قبل الفاصل. هذا يسمى عددا صحيحا أو الجزء الصحيح، أما هذا فيسمى الجزء العشري. يعني قلت العدد العشري، هذا عدد عشري يتكون من جزئين، ما يوجد بعد الفاصل يسمى جزءا صحيحا، وما يوجد قبل الفاصل يسمى جزءا عشريا. حسنا، الآن نأتي إلى كيفية كتابة العدد العشري في الجدول. نصيحة، اهتموا أولا بالجزء الصحيح، لا تنظروا إلى ما بعد الفاصل، هل هذا واضح؟ اهتموا بالجزء الصحيح. الجزء الصحيح في هذا العدد هو 86. حسنا، سنكتب 86 في الجدول ونبحث عن الأحد أولا. نتعامل معه كما تعاملنا مع الأعداد الأخرى لأنه صحيح. قلنا نفترض أن لا وجود لهذا، يصبح العدد 86، سنكتبه في خانة المتر، سنكتب 6 ثم 8. أين الفاصل؟ سنكتب هنا الفاصل ثم 3. أرأيتم؟ نبدأ بكتابة الجزء الصحيح ثم يأتي دور الجزء العشري ببساطة شديدة. الفاصل دائما في هذا الفاصل، في هذا الحائط الذي يفصل بين الوحدتين، الوحدة التي يوجد فيها الجزء العشري والوحدة التي يوجد فيها الأحد. هرأيتم؟ حسنا، 86 مترا، انظروا هذا الأحد موجود في المتر، فاصل 3 ببساطة شديدة، هذا ما يوجد لدينا. يقول لك حوله إلى السنتيمتر. أين سأحول؟ أين السنتيمتر؟ إنه في هذا الاتجاه، إذن سأقف أنا هنا، سأضع صفر، وهذا الفاصل سيتراجع، سيمحى هذا، سنكتبه، سيصبح في هذا الحائط، وهذا صفر. يصبح العدد عزيزي هذا، اقرأه كاملا، 8630. أرأيتم الفاصلة تتراجع، الفاصلة من هذا المكان تراجعت إلى الوراء لتصبح في الخط الفاصل للسنتيمتر، يصبح العدد. إذن هنا الفاصلة لا وجود لشيء بعدها ستمحى لأنها غير مهمة، لا وجود لشيء بعد هذا قيمة، فراغ، إذن ستمحى هي والفراغ. يبقى لدي 8630، إذن 8630. أرأيتم؟ تراجعت الفاصلة خطوتين. سنحول نفس القيمة إلى الديسيمتر، لا بأس، في هذه المرة اسمحوا لي أن أعيد كتابة العدد في كل مرة لأنه نوع جديد. كالعادة نكتب 6 في المتر ثم نكتب هذا ثم يأتي دور الفاصلة، هذا هو عددنا الأصلي. قال حوله إلى الديسيمتر، أين هو الديسيمتر؟ إنه هنا. حسنا، هذه الفاصلة ستتراجع وتصبح هنا، تتراجع الفاصلة، تمحى من هذه الجهة وتتراجع إلى الوراء. ما بعد الفاصلة يوجد فراغ، إذن ستمحى هي أيضا، إنها ليست ذات قيمة. ماذا تبقى لي؟ 863 ببساطة شديدة، سنكتب 863. هذا هو التحويل مع الأعداد العشرية، لا بأس، سنجرب مع أمثلة أخرى. نسطر، نكتبه أولا،
97.341 نهتم بهذا الجزء، هذه السبعة الأحاد نكتبها هنا. ديكامتر، أين الديكامتر؟ إنه هنا، سبعة ثم تسعة ثم الفاصلة محاذية لها، ثم نكتب بقية العدد 341. لا ضرر في هذا، هذه هي الطريقة الوحيدة أحبتي. قال هو حولها إلى الديسيمتر، أين هو الديسيمتر؟ إنه هنا. حسنا، الخانة الديسيمتر ليست فارغة، إذن سأمحو الفاصلة من هذه الجهة وأعيدها هنا، لأنها ليست فارغة يصبح العدد 9734.1. الفاصلة الآن معتبرة لأن وراءها واحد وليس صفر. سنكتب هذا العدد، قال هو إلى الديسيمتر، لا بأس، اكتب العدد كما هو، ركزوا في الفاصلة أحبتي. قلت 9734.1. حسنا، نفس العدد سنعيد كتابته مرة أخرى ونحوله، 97.341. قال حولها إلى السنتيمتر، أين هو السنتيمتر الآن؟ إنه في هذه الجهة. أين الفاصلة؟ انظر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، الفاصلة ستمحى من هنا وتتراجع لمرة أولى ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة وتصبح هنا، وراءها لا شيء، ستمحى، يصبح العدد سنغطيها لأننا لا نحتاج إليها، يصبح العدد 97341. هل هذا واضح؟ 97341. فاصلة لا شيء، قلنا تمحى. إلى الموالية. لون آخر، لدينا المثال 56.312، الستة في المتر، أين هو المتر؟ 56.312. قال في الأول حولها إلى الديسيمتر، أين هو الديسيمتر؟ هنا لدينا المتر، ها هو الديسيمتر، الخانة ليست فارغة، إذن هذه الفاصلة تتراجع إلى الوراء، تمحى من هذه من هذا المكان، يصبح العدد 563.12. 563.12. نفس العدد سنحوله إلى السنتيمتر، أين هو السنتيمتر؟ إنه من هذا الاتجاه، وخانته أيضا ليست فارغة، إذن كانت الفاصلة هنا ستتراجع خطوتين إلى هذه الفاصلة، إلى هذا المكان، يصبح العدد، حسنا، وراء الفاصلة يوجد اثنان، إذن فهي معتبرة، ويصبح العدد 5631.2. 5631.2 سنتيمتر، ببساطة شديدة، هذا هو التحويل مع الأعداد العشرية. إذا مثال آخر، حسنا، نكتب هكذا حتى تتبين أيضا الرقم. لدينا هنا 154.23 ديسيمتر، سنكتب هذه الأربعة هنا في الديسيمتر، أين هو الديسيمتر؟ ديسيمتر سنكتب 4 5 1 ثم الفاصل ثم الجزء العشري وهو 23. هنا طلب منك أن تحوله إلى الديكامتر ثم إلى المتر ثم إلى السنتيمتر. حسنا، الديكامتر، أين هو الديكامتر؟ إنه في هذا الاتجاه. حسنا، الفاصلة ستتقدم، فاصلة كانت هنا ستصبح هنا، ستتقدم هذه المرة لأن تحويلنا الذي نبحث عنه في الاتجاه المعاكس، يصبح العدد 1.5423. 1.5423. إلى المتر الآن، أين سيذهب الفاصل؟ المتر، المتر، إنه هنا، كانت الفاصلة في هذا المكان ستتقدم لمرة واحدة، يصبح هنا 15.243.
15.423. أما إذا طلب منك التحويل إلى السنتيمتر، أين السنتيمتر؟ إنه في هذا الاتجاه. الفاصلة أحبتي كانت في هذا المكان، هذا مكانه الأصلي، ونحن هنا نبحث عن السنتيمتر. إذن ستتراجع هذه المرة لتصبح في هذا الاتجاه، يصبح العدد هنا الفاصلة 1542.3. 1542.3. رأيتم الفاصلة تتقدم إذا حولنا في هذا الاتجاه، وتتراجع إذا حولنا في هذا الاتجاه ببساطة شديدة. المثال الموالي نسطر أولا. لدينا المثال 25.06. أين المتر؟ مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر. سنكتب 25.06، 25 مترا. قال حولها إلى الديسيمتر، أين هو الديسيمتر؟ إنه هنا، الفاصلة كانت هنا، ستتحول إلى هنا. يصبح العدد 250.6. 250.6. ثم قال حولها إلى الديكامتر. قال حولها إلى الاتجاه الآخر. قلنا متر ديكامتر. حسنا، الفاصلة الآن ستتقدم، تصبح 2.506. 2.506 ببساطة شديدة. قلنا الفاصلة تتقدم وتتأخر اعتبارا في اتجاه التحويل. الموالي، المثال الموالي، سنضع سطرا. 654 مترا، حولها إلى السنتيمتر ثم إلى الديسيمتر. نكتب أولا هذه في المتر، مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، ثم نكتب تا تا 654 مترا، حولها إلى السنتيمتر، السنتيمتر من هذا الاتجاه، إلى الديسيمتر أولا. حسنا، من هذا الاتجاه، إنه هذا، يصبح العدد 6450. 6450. هذا مثال للأعداد الصحيحة الطبيعية، لأن هذا تمرين تطبيقي أحبتي، لن نعتمد فقط الأعداد العشرية. ثم قال حولها إلى السنتيمتر، لا بأس، أنه هنا السنتيمتر. كم يصبح العدد؟ 65400. 65400، لا وجود لفاصل. المثال الموالي 35.4 ديكامتر، يعني الخمسة سنكتبها في الديكامتر. أين الديكامتر؟ مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر، و ديكامتر هنا. ماذا قلت؟ سنكتب الخمسة والثلاثة ثم نكتب الفاصلة. قال حولها إلى الهكتومتر، أين هو الهكتومتر؟ هذا هو الديكامتر، الهكتومتر هنا. إذن الفاصلة ستتقدم ليصبح العدد 3.54. 3.54. ثم قال حولها إلى الكيلومتر، هنا الكيلومتر. كيف سنفعل؟ سنضع فاصلة أولا ثم الخانة الفارغة نضع فيها صفرا، يصبح العدد، أرأيتم؟ الفاصلة تقدمت، يصبح العدد 0.354. لا تحتقر الصفر أحبتي، 0.354 ببساطة شديدة. المثال الأخير وأخيرا، لم يبقى لي مكان، أو فلنبحث عن شيء آخر هنا. لا بأس، لقد استعملناه مسبقا، ولكن لا بأس. لدينا هنا 64.21 مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر. سنكتب الأربعة هنا، ستة، ثم نعود لكتابة الجزء العشري. قال حولها إلى المتر، أين هو المتر؟ هذا الديسيمتر وهذا المتر. الفاصلة تصبح هنا، العدد يصبح 6.421. 6.421. قال حولها إلى السنتيمتر، أين هو السنتيمتر؟ إنه من هذه الجهة. إذن الفاصلة هنا تتراجع مرة، كم يصبح العدد؟ 642.1. 642.1 ببساطة شديدة. هذا هو التحويل مع الأعداد العشرية. أرجو حقا أن يكون التفسير واضحا، وأن تكون الأمثلة مفيدة لكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.